مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتبسيط العلوم استكمالا لسلسلة حلقات كنا قد بدأناها من قبل في مادة الرياضيات لغات للصف الثاني الثانوي. يسعدنا أن نستكمل معا موضوعات هذه السلسلة مع أستاذنا الكريم الأستاذ بسام محمد حامد فرج، واستكمال موفق بمشيئة الله لمنهج الصف الثاني الثانوي. برحب بحضرتك أستاذ بسام. أهلا وسهلا يا فندم، وبؤكد مرة أخرى على إقبال رائع، وبنعرفها من التساؤلات العديدة في هذا المنهج اللي بتيجي موجهة لحضرتك للإجابة عليها من خلال الحلقات. موفق دائما بمشيئة الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أتمنى كانت تكون الطلاب إن شاء الله تبعوا الجزء الأولاني اللي احنا خدناه من الكالكولس، تمام؟ والنهارده هنعمل بس كده ريفيجن بسيط على الحاجه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ونبدا نكمل بقيه الدرس ان شاء الله. طيب مع بعض كده، حضرتك بس كده بص معايا واعمل تيست لنفسك صغير. هنا بيقول لك انا عايزك تعمل استيميت ذا ليميت اوف ذا فولوينج فانكشن از اكس ايكوال 1. هتعمل ايه حضرتك؟ فكر كده. قلنا بنعمل فيرتيكال لاين عند ال1، تمام؟ حط بوينت في نهايه اللاين اللي هو الازرق، نهايه اللاين بتاع الكيرف، ونتحرك معاه لحد ما نوصل لللاين اللي احنا رسمناه، تمام؟ هتلاقي نفسك وقفت عند مكان عند اللاين الاحمر. عايزك تعمل ريد للمكان ده واقف فين بالنسبه للواير، تمام كده؟ بالنسبه للواين انت واقف عند مين؟ تقريبا عند التو. طيب دي المرحله، يبقى انت كده حضرتك عملت ايه تاني؟ جبت الليفت ليميت. طيب تعالى نشوف الرايت ليميت هتيجي ازاي معانا. هنحط بوينت هنا في نهايه اللاين بتاعنا ونمشي معاها لحد ما نوصل لللاين بتاعنا اللي هو اللي في النص ده اللي واقف عند ال1. وقفت هنا في المكان ده، شوف الواي بتاعتك بكام؟ 2. طالما الواي من هنا او من هنا الاثنين ايكوال لبعض، يعني الليفت ليميت ايكوال رايت ليميت، يبقى اقدر اقول ان الليميت بتاعت الفانكشن ايا كان الرول بتاعها شكله ايه، لما الاكس اتندس فور 1، الاكس بتقرب من ال1 اهي زي ما انت شايف، كانت جايه من ناحيه الشمال وجايه من ناحيه اليمين وصلت لل1، تقريبا وقفت عند مين؟ عند ال2. فبنقول يبقى الليميت بتاعي تقريبا ايكوال كام؟ 2. خلاص كده. طيب نشوف هنا نفس القصه عند اللاين بتاع ال1، ايا كان شكل الكيرف ايه، تقسم الجراف بتاعك كده من عند ال1، تمام؟ طب فكر، امشي مع الكيرف كده من غير بوينت بقى، اعتمد على نفسك. هتمشي مع الكيرف كده لحد ما توصل لللاين، لقيت نفسك واقف عند مين؟ عند ال3. طيب امشي من ناحيه فروم رايت، هات الرايت ليميت، هتمشي مع الكيرف من بدايته، امشي كده، ها امشي، وصلت لللاين وقفت، ما تعديش اللاين، وقفت عند مين؟ 3. يبقى ليميت اف اوف اكس لما الاكس تندس فور 1 ايكوال 3. طيب بص هنا عندي مشكله في المساله دي بقى، بيقول لي برضو عايز الليميت لما الاكس تندس فور 1. طب فين ال1 بتاعت الاكس اكسس اهي؟ هنعمل ايه؟ قلنا نعمل لاين فيرتيكال، اوكي؟ هتمشي عايز الليفت ليميت، هبدا من هنا وهمشي لحد ما اوصل لللاين، تمام؟ مشيت اقف، واقف عند مين حضرتك؟ انا واقف عند التو. طب امشي الناحيه الثانيه، ها امشي، وصلت لللاين ستوب، واقف عند مين؟ 3. كده انت عند حضرتك في مشكله، الليفت ليميت عندك ايكوال 2 اما الرايت ليميت ايكوال 3. ينفع سؤال اسالك عليه تديني ليه اجابتين؟ طبعا لا ما ينفعش، يبقى انا كده ما عنديش اجابه تقريبيه، تمام؟ ما عنديش ليميت. فبقول له ايه؟ يبقى الليميت للفانكشن دي في الحاله دي doesn't exist، ما عنديش اجابه تقريبيه، ما اقدرش اجاوبك. خلاص؟ طيب نشوف اللي جاي. ها فكر كده بسرعه، هنا عندي كذا سؤال مهم عايز اقول عليه. لاحظ كده معايا اوبن بوينت واوبن بوينت وكلوز بوينت وكلهم على لاين واحد، تمام؟ طب نعمل ريفيجن كده سريع، هل دي فانكشن الرسمه دي؟ قلنا نعمل الفيرتيكال لاين تيست لو فاكرين في الالجبرا، تمام؟ لازم نربط الاثنين ببعض، مفيش حاجه اسمها الجبرا لوحدها وكالكولس لوحده، كله مرتبط ببعضه. طيب لو عملت فيرتيكال لاين تيست كده من هنا عديت على كام كلوزد بوينت؟ 1. يبقى دي فانكشن. امتى ما تبقاش فانكشن؟ لو دي كانت كلوز ودي كلوز، كده مش فانكشن، اوكي؟ طيب ما علينا، نشوف السؤال عايز ايه. بيقول لك انا عايز ليميت اف اوف اكس لما الاكس اتندس فور 3. طيب ماشي، هنعمل ايه؟ لاين عند 3، تمام؟ هنجيب الليفت على طول كده، نجيب الليفت ليميت رايت ليميت. طب الليفت ليميت امشي من اني كيرف؟ على اليمين ولا على الشمال؟ على الشمال. طب امشي كده ببوينت لحد ما توصل لللاين، ها هنقف هنا، حضرتك واقف هنا فين؟ عند النيجاتيف 1، تمام كده؟ اوكي. طب الرايت ليميت بسرعه، وقفت عند مين؟ 3. ده حاجه وده حاجه، الليميت دازنت اكزيست على طول.
خلاص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ انا عايز اف اوف 3. في فرق بين السؤال ده وفي فرق بين السؤال ده. لما اقول لك ليميت حضرتك بتيجي فروم ليفت اند رايت وتمشي لحد ما توصل للنمبر اللي انا قلت لك عليه او اللاين اللي انا قلت لك عليه. اما دي سؤال مختلف يقول لك انا عايز الايمج بتاع ال 3. طب نعمل ايه؟ لاحظ انا شلت اللاين وشلت اي حاجه انا رسمتها من شويه. تمام؟ عشان تجيب اف اوف 3 3 دي بتاعت الاكس اكسس هتقف على 3 بتاعت الاكس اكسس ويا تطلع يا تنزل المهم توصل لي لكلوزد بوينت. طب انا كده لو نزلت يعني انا دلوقتي واقف عند ال 3 لو نزلت تحت ما عنديش كلوزد بوينت. طب اطلع فوق اه وانا ماشي قابلت الكلوزد بوينت هنا قابلتها عند مين؟ في الواي اكسس في ال 1. يبقى الايمج بتاع ال 3 اقول 1 ما اقولش 3 الايمج بتاعها 3 ولا اقول الايمج بتاع 3 نيجاتيف 1 لان كل دول اوبن بوينت انا باخد الكلوزد بوينت. خلاص كده ابص واقف عند 3 هطلع لحد ما اوصل للكلوزد بوينت وقفت 1 ادي الاجابه بتاعتي. تمام؟ طيب ننسى بقى الجراف بقى شويه كده بسرعه. تمام؟ وتعالى نجيب الليمت بتاع الفانكشن الجبريكلي. الجبريكلي يعني من غير جراف خالص وده اسهل شويه كمان من الجراف. طيب ثيرم 1 بيقول لك انا عايز اجيب الليمت اوف بولينوميال فانكشن. احنا قلنا يعني ايه بولينوميال فانكشن؟ الرول بتاعي ما فيهوش فراكشن ما فيهوش روت ما فيهوش باور نيجاتيف. خلاص كده؟ قال لك لو انت عندك اف اوف اكس بولينوميال فانكشن يبقى انت عايز مثلا ليمت اف اوف اكس لما الاكس اتندس فور ايه. كل اللي هتعمله حاجه بسيطه جدا اعمل سبستيتيوتنج بالنمبر ايه. يعني شيل الاكس اللي هنا دي حضرتك اللي جوه ايا كان الرول شكله ايه وحط مكانها ايه النمبر اللي عندك. تمام؟ يعني كانك بتجيب الايمج بتاع الايه. طيب ناخد اكزامبل عشان نفهم القصه دي ايه. بيقول لي انا عايزك تجيب الليمت ومدي لك رول بقى 2x بلس 5 when x attends for 2. تمام كده؟ هنعمل ايه؟ احنا قلنا دلوقتي x attends for 2 انا هعتبر الاكس ب 2. هشيل الاكس اللي هنا واعمل سبستيتيوتنج ب 2. ها؟ يعني هجيب الاف اوف 2. بص كده يبقى 2 براكت 2 البراكت ده جه مكان مين؟ مكان الاكس. شلت الاكس وحطيت براكت وجواه 2. تمام؟ بلس 5. هنحسب الكلام ده طلع كله كام؟ 9. يبقى تقريبا الليمت بتاع الفانكشن دي او الرول ده يطلع 9. يعني انا لو رسمت بقى الرسمه وانا مش عايزك ترسم ومشيت على الكيرف من ناحيه الليفت فروم رايت هتلاقي انت جاي بتقرب على مين؟ على ال 9. تمام؟ طيب نبص الرول اللي بعده. اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2. طب اقراها ازاي على فكره؟ عشان القرايه مهمه. فبقول ليمت اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2 وين اكس اتندس فور 1. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ اكس اتندس فور 1 نشيل الاكسات كلها ونخليها 1. يعني نجيب الاف اوف 1 يعني 1 باور 2 ماينس 3 تايم 1 او 3 براكت 1 بلس 2. طلعت الاجابه 0. تمام؟ طيب يبقى احنا كل اللي عمالين نعمله دلوقتي بنعمل ايه؟ دايركت سبستيتيوتنج. تمام؟ طيب بيقول لك تو فايند ذا ليميت اوف فانكشن باي سبستيتيوتنج. تخلي بالك من اللي هقول لك عليه. ممكن اعمل سبستيتيوتنج في المساله تطلع ريل نمبر زي اللي فاتوا تديني اجابه محدده. تمام كده؟ خلاص يبقى انت كده خلصت. ممكن تعمل مساله تطلع فيها الليمت اندفاين. وفي حاله الاندفاين ما بكملش السؤال خلاص بقول له الليمت اندفاين وبسكت. تمام كده؟ ما بكملش ستيبس. لان مش هينفع اعمل اي حاجه تانية فيها. طيب او انسبسفايد. انسبسفايد قلنا امتى بيطلع انسبسفايد؟ الحاله المشهوره عندنا لو طلعت 0 اوفر 0. تمام كده؟ طيب انسبسفايد بتحاول تتحايل على المساله. تتصرف. ايه نوع التصرف اللي ممكن نعمله؟ هناخده بالتفصيل بعدين بس هقول لك كده نبذه عنه. ممكن حضرتك تعمل فاكتورايزيشن. ممكن تعمل لونج ديفيجن. طبعا الناس لما بتسمع كلمه لونج ديفيجن كله بيخاف بس هديها لكم بطريقه سهله ان شاء الله. ممكن نعمل تايم كونجوجيت لو عندي سكوير روت. تمام؟ وفي حاجات تانية هنشوفها مع بعض بالتفصيل براحه. طب نبص اول مساله كده. ها دلوقتي ليميت اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2 لسه واخدينها من شويه لما الاكس اتندس في ال 1. تفتكر دي على انهي واحده فيهم؟ دي تطلع انسبسفايد؟ مستحيل. مفيش ارقام تبوظها هنا. تطلع اندفاين؟ لا طبعا انا ما بعملش ديفايدد اي حاجه ومفيش زيرو هيخش تحت. تطلع ريل نمبر. هتعمل ايه؟ ها؟ هنحط السبستيتيوتنج بتاعنا نشيل كل اكس نحط مكانها 1 1 زي ما انت شايف كده طلعت الاجابه بزيرو يبقى دي اسمها ريل نمبر. طيب نبص اللي جايه. ها؟ عايز ليميت لما الاكس اتندس فور 2 بالنسبه لل 5. طيب هو انا هعمل سبستيتيوتنج بال 2 طب هو فين الاكس اللي هشيلها احط مكانها 2؟ مفيش. فدي بالنسبه لي كونستنت فانكشن يعني الليمت بتاعتي ما بتتغيرش الفاليو بتاعي ما بيتغيرش يبقى الاجابه بتاعتي تبقى ايه؟
5 على طول. تمام كده؟ طيب نبص اللي بعده. طب عايز الليمت بتاع المساله دي افراكشن اهي. طيب عايز اشوف بقى دي وحلول الفراكشن في كذا احتمال، يطلع ريل نمبر، يطلع انسبسفايد لو 0 اوفر 0، يا اما اندفاين لو تحت 0. طب هنعمل بس نشيل الاكس ونحط 3. بص كده 3 بلس 4 اوفر 3 بلس 3 طلعت الحمد لله معايا 7 اوفر 6 وخلصت السؤال بتاعي. طيب بص اللي بعده كوزاين. هيجي بقى واحد يقول لي يا مستر حرام ده تريج، ايه دخل التريج في الكالكولس؟ ارجع اقول لك تاني كله مع بعضه، مفيش حاجه اسمها مساله خاصه بمرحله معينه او بحاجه معينه. تمام؟ طيب نفتكر مع بعض كده ريفيجن على اولى ثانوي. تمام كده؟ الباي اللي هي كانت كام؟ 180. طب لو قلت باي اوفر 2 اللي هي 90. طيب 2 باي اللي هي 360. طيب مع بعض كده بالراحه كوزاين 2x، يعني ايه كوزاين 2x؟ يعني 2 تايم الاكس اللي انت هتحطها اوفر الاكس. ماشي؟ طيب هنتفق اتفاق دي فانكشن. طبعا زي ما انت عارف احنا خدنا الساين والكوزاين والتان والسك والكوسيك والكوتان. تمام؟ لو الاكس دي مكتوبه مع الفانكشن خليها بالديجري اسهل لك. تمام؟ طيب لو الاكس مكتوبه لوحدها تمام اكتب الانسر بتاعتك بالراديان زي ما هو مكتوب. تمام كده؟ طيب احنا عارفين ان الباي بكام؟ 180. يعني اشيل الاكس دي والاكس دي واحط كام؟ حط هنا 180 عشان دي معاها فانكشن. طب تحت لا خليها باي زي ما هي. تمام؟ نشوف كده الدنيا تبقى شكلها ايه. عملت انا ايه دلوقتي؟ الكوزاين زي ما هي 2 تايم 180 خلاص كده، وتحت سبتها باي. ماشي كده؟ طيب على الكالكوليتر كوزاين 2 تايم 180 اللي هي كوزاين 360 ب1. طب والباي زي ما هي تحت. خلاص؟ احولها بقى مش احولها راديان ديسمال؟ لا، هي تسيبها على كده. خلاص؟ طب نشوف اللي بعده. ها؟ ليميت 2x ماينس ساين x when x attends for باي اوفر 2. قلنا باي اوفر 2 يعني 90. افتكر معايا اللي انا قلته. ها؟ 90 يعني اشيل دي احط 90 دي احط 90 ولا اخلي واحده منهم 90 والثانيه احطها باي اوفر 2؟ طيب دي معاها ساين او كوزاين او تان؟ لا. يبقى دي تتحط باي اوفر 2. اما دي تتحط ايه؟ 90. بص كده تبقى 2 تايم باي اوفر 2 ماينس ساين ايه؟ 90. طبعا لو عملنا سمبليفاي تمام ال2 اللي هنا مع ال2 اللي هنا هيروحوا، نرجع تاني ال2 اللي هنا مع ال2 اللي هنا هيروحوا مع بعض، هيتفضل مين؟ باي ماينس ساين 90 ساين 90 ب1 تبقى باي ماينس 1 ونسيبها على كده. تمام؟ دي كده في السمبلست فورم بتاعها. طيب دلوقتي بقى نيجي على المسائل. ماشي؟ للاسف هتطلع معايا انسبسفايد، يعني يطلع فيها 0 اوفر 0. ما تفرحش ان انا انسبسفايد تروح سيب لي المساله وماشي، لا ليها تكمله، نحاول مع المساله. تمام؟ فاول طريقه من طرق المحاولات اللي هو يوزنج فاكتورايزيشن. الفاكتورايزيشن طبعا احنا خدناه في الفيرست بريب وفي السكند بريب وعملنا عليه ريفيجن في الثيرد بريب. تمام؟ فدايما عود نفسك اي درس ماث مكمل معاك مدى الحياه. طيب نبص مع بعض كده اول اكزامبل. انا عايز ليميت لما الاكس ليميت اكس باور 2 ماينس 9 اوفر اكس ماينس 3 وان اكس اتندز فور 3. حضرتك هتعمل ايه؟ هتشيل الاكس والاكس وتحط 3 وتجرب يمكن تيجي معاك. طيب اهو واحده واحده كده هتبقى 3 باور 2 ماينس 9 اوفر تحت المفروض سوري 3 ماينس 3. هنا بقت 0 اوفر 0. تاني في غلطه هنا، المفروض دي تبقى 3 ماينس 3 مش اكس ماينس 3. تمام؟ طلعت 0 اوفر 0. طب 0 اوفر 0 تبقى ايه؟ انسبسفايد. اسيبها وامشي؟ لا، اروح جايب واخد السؤال تاني. تمام كده؟ واعمل له فاكتورايز فراكشن ده. طب اكس باور 2 ماينس 9 ده عباره عن ديفرنس بتوين 2 سكوير. بعرفه منين؟ الاكس باور 2 مش كده؟ السكور بتاعها ايه؟ اكس، وال 9 السكور بتاعها 3 وبينهم ماينس. فبكتب هنا مره اكس ماينس 3 والناحيه الثانيه اكس بلس 3. وتحت ما قلتش فاكتورايز لان ده من الفيرست ديجري فبسيبه زي ما هو. طب نعمل سمبليفاي. تمام كده؟ ها الاكس ماينس 3 مع الاكس ماينس 3 يروحوا مع بعض، بقت المساله الليمت اكس بلس 3 لما الاكس اتندس فور 3. طب تقدر تعمل كده سبستيتيوتنج؟ جرب. هحط الاكس ب 3، 3 بلس 3 ايكوال كام؟ 6. كده المساله ظبطت. شوف بقى تحولت المساله من ايه لايه؟ من مساله كانت 0 اوفر 0 انسبسفايد مالهاش اجابه لمساله ليها اجابه، الاجابه بتاعتها ب 6. واضحه كده؟ طيب لو ربطت لكم الالجبرا بالكالكولس دلوقتي
وقلت لك الدومين بتاع المساله دي هتقول لي ايه، مين الرقم اللي بوظ لك الفراكشن؟ تمام، فوق اكيد مش هيبوظ لك فراكشن عادي، فوق اي فاليو. اللي بوظ الفراكشن من تحت 3، لو حطيت الاكس ب 3، 3 ماينس 3 بكام؟ بزيرو. طب يبقى انا عايز الفاليو بتاعت الاكس تكون اي نمبر ما عدا 3، يبقى الدومين بتاعنا ار اكسبت 3. تمام كده الكلام؟ طيب، طب سؤال تاني لحضراتكم في الجراف، لو انا برسم على الاكس اكسس وطالع من عندي 3، البوينت اللي فوق تبقى كلوزد ولا اوبن؟ اوبن، عشان 3 اندفاين. نفتكر الحاجات دي تفضل في بالنا على طول. طيب نخش على المساله اللي بعدها. اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 اوفر اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 2. تمام كده؟ طيب انا عايز امسك اعمل المساله دي فاكتورايز، ماشي كده؟ طيب عشان اعمل فاكتورايز للمساله دي، في طلاب ما بتعرفش تعمل فاكتورايز للحاجات اللي زي كده. طيب نتصرف ازاي؟ عندي طريقه، خليك معايا. بص معايا كده، ادي الكالكوليتور حضرتك اهو، ماشي؟ من البدايه خالص دي الكالكوليتور بتاعت حضرتك، تمام؟ انا عايز امسك اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4، عايز اعملها فاكتورايز. نعملها فاكتورايز ازاي؟ حضرتك اول حاجه بتدوس على زقنم ريفيجن مود، تمام؟ هتلاقي في عندك كلمه ايكويجن، ايكويجن دي اللي مكتوبه نمبر 5، هدوس على نمبر 5 اهو، خلاص؟ طلع ان حضرتك 4 فورمز للايكويجن بتاعتك اللي انت عايز تعملها فاكتورايز. ابص على الايكويجن، عندي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4، شكل شبه مين؟ شبه ايكويجن 3. هروح انا دايس على 3، خلاص كده. طيب طلع لي 3 ديجيتس، قال لي الاي عايزها بكام والبي عايزها بكام والسي عايزها بكام، تمام كده. طيب الاي مين هي؟ النمبر اللي موجود قدام الاكس باور 2، تمام؟ فاللي قدام الاكس باور 2 اللي هو كام؟ 1، مفيش نمبر اصلا، اروح كاتب 1 وادوس ايكوال، تمام. طيب مين اللي قدام الاكس؟ ما اقولش 3، نيجاتيف 3، اخده بالساين بتاعته، يبقى نكتب كده نيجاتيف 3 وندوس ايكوال. لاحظ كده الخانات بتتملي معايا. اخر نمبر اللي هو الابسولوت تيرم نيجاتيف 4، اروح كاتب كده نيجاتيف 4 وادوس ايكوال، خلاص كده. كده انا كتبت كل الكوفيشنز بتاعت الايكويجن، دوس ايكوال مره كمان. هو قال لي الفيرست روت اكس 1 ايكوال 4. طب انا مش عايز السوليوشن ست، انا عايزك تعمل فاكتورايز. طب اعمله ازاي؟ طيب بدل ما حضرتك كاتب ايكوال 4 تروح جاي عاكس البراكت زي ما انت شايف كده اهو، هخليه اكس ماينس 4. يعني تاني النمبر اللي بيطلع الكالكوليتر بحطه مع الاكس بس بعكس الساين اهو، اكس ماينس 4، تمام كده. طيب دوس ايكوال كمان مره، نيجاتيف 1، تمام؟ هنعكس الساين بتاعه نخليه يبقى اكس بلس 1. كده انا عملت فاكتورايز للي فوق، خلصته، تمام كده. طيب عايزين نعمل فاكتورايز للي تحت، نعمل مع بعض كده. الاي بكام يا شباب؟ مع بعض يلا 1 ندوس ايكوال. الاكس مفيش قدامها نمبر، انا هعتبره نيجاتيف 1 وندوس ايكوال. مين الابسولوت تيرم؟ نيجاتيف 2 وندوس ايكوال، تمام. طيب دوس ايكوال كمان مره، اول روت عندي 2 يبقى احنا نكتب اكس ماينس 2 اهو. دوس ايكوال كمان مره، تمام كده. نيجاتيف 1 يبقى احنا نكتب اكس بلس 1، تمام كده. طبعا دي طريقه الايه؟ الفاكتورايز، ماشي. نرجع تاني. طب بعد ما وصلنا المرحله دي عملنا السمبليفاي، الاكس بلس 1 مع الاكس بلس 1 سمبليفاي راحوا مع بعض في ال1، هيتفضل ليميت اكس ماينس 4 اوفر اكس ماينس 2، تمام كده. كده من حقي بقى اعمل سبستيتيوتنج دلوقتي، ماشي. شيل الاكس حط نيجاتيف 1 والاكس اللي تحت نيجاتيف 1، تمام كده. طلعت الاجابه في الفاينل 5 اوفر 3، خلاص. طيب هل انا على طول اشوف اي سؤال اروح رايح اعمل فاكتورايز؟ لا، جرب الاول، اعمل سبستيتيوتنج في الارقام دي، شيل الاكس دي والاكس دي وهنا وهنا وحط نيجاتيف 1، يمكن تطلع بانسر. بس انا طبعا كنت سبقتك وجربتها فطلعت 0 اوفر 0 انسبسفايد. عايز تعملها على الكالكوليتر؟ الكالكوليتر مش هتكتب لك انسبسفايد للاسف، الكالكوليتر هتطلع لك ماث ايرور. يبقى انت عارف ان ماث ايرور او انسبسفايد هتكمل، تمام كده. طيب نشوف المساله اللي بعدها. جينا برضو المساله دي عايز يعمل لها فاكتورايز، ماشي. طيب 2x باور 2 ماينس 5x ماينس 3 اوفر 2x باور 2 ماينس 3x ماينس 9. اتفقنا اول ما اشوف المساله
اروح اعمل فاكتورايز على طول؟ لا، قلنا نعمل ايه؟ نجرب النمبر الاول اللي هو 3، تمام كده؟ انا على نفسي جربته لوحدي بالكالكوليتر طلعت برضه 0 اوفر 0، تمام كده؟ عشان ما نضيعش وقت، طلعت unsatisfied. طبعا انت لما تيجي تجربها بالكالكوليتر مش هتاخد منك ثواني، تمام؟ بس ما تنساش تحط براكت مكان الارقام الاكس دي. طيب هنعمل فاكتورايز 2x بلس 1 واكس ماينس 3، ده المكان اللي فوق 2x بلس 3 اكس ماينس 3. طيب هنا بقى في مشكله، الطلاب ما بيعرفوش يعملوا فاكتورايز ده ازاي، وبالذات لما يكون هنا في نمبر 2. طيب نشوفها كده بالكالكوليتر تيجي ازاي. ادي الكالكوليتر بتاعتي نفس الطريقه بتاعتنا. ها اول مره الرقم اللي قدام الاكس باور 2 2، هنكتب ايه؟ 2 وندوس ايكوال. اللي بعده نيجاتيف 5، تمام، وندوس ايكوال. اللي بعده نيجاتيف 3، خلي بالك انت لو غيرت الساين بتاع المساله هتبوظ معاك، ندوس ايكوال. خلاص جهز نفسك بقى، ايكوال اول اجابه كام؟ 3، تمام. يبقى نعكس الساين بتاع الكالكوليتر ونكتبها اكس ماينس 3. بص بقى الاجابه اللي جايه نيجاتيف هاف. طيب ازاي اكتب البراكت وانا عندي فراكشن؟ اسمع معايا الحته دي. حضرتك مين الرقم اللي تحت في الدينومينيتور؟ 2. الرقم اللي تحت في الدينومينيتور اللي هو 2، تمام كده؟ حضرتك هتحطه از كوفيشن اوف اكس، تمام؟ يعني ال 2 اللي تحت دي هتتحول تبقى 2 اكس، تمام؟ طيب بالنسبه للساين ده نيجاتيف، يبقى انا هروح كاتب هنا بوزيتيف. طب بالنسبه للنيميريتور اكتبه لوحده ابسولوت تيرم. تاني بسرعه، ها 2 اللي تحت مع الاكس تبقى 2 اكس، اعكس الساين تبقى نيجاتيف تبقى بوزيتيف، حط النيميريتور لوحده، يبقى 3 ستيبس بتعملها في الحاله دي. طيب نعمل الثانيه كمان بالراحه، 2 اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 9، تمام؟ عشان بعد كده مش هنعملها تاني. طيب ها مع بعض الاي بكام؟ ب 2 دوس ايكوال. ها البي نيجاتيف 3، تمام، واخر واحد دوس ايكوال، وبعدين نيجاتيف 9، ماشي، وندوس ايكوال. اول رقم طلع كام؟ 3، يبقى على طول براكت اكس ماينس 3. اللي بعده دوس ايكوال، بص نيجاتيف 3 اوفر 2، قلنا ال 2 دي مع مين؟ تبدا من تحت لفوق، اول فيرست ستيب 2 مع اكس يبقى 2 اكس، اكس الساين تبقى بلس، وال 3 تبقى ايه؟ لوحدها، تمام كده؟ جميل، نرجع نكمل مع بعض تاني. خلاص كده ادي الفاكتورايز بتاعنا، سمبليفاي هيروحوا مع بعض. هيتبقى مين عندي؟ تبقى ليميت لما الاكس اتندس فور 3 لمين؟ لده. طيب واخد بالك انا عامل لك ال 3 مغير لك اللون، ليه بقى؟ عشان افكرك تاني ان الاكس دي والاكس اللي هنا هيتشالوا وتحط مكانها كام؟ 3 جوه براكتس. يعني كل النمبر اللي بالبلو اللي قدام حضرتك دلوقتي نزل زي ما هي، ما عدا الاكس هنا والاكس هنا، حطيتهم بكام؟ ب 3. حسبت السؤال مره ثانيه طلعت الاجابه كام؟ 7 اوفر 9، تمام؟ طيب يبقى دي كده خدنا كام نوع فاكتورايزيشن دلوقتي؟ خدنا الديفرنس بتوين تو سكوير، وده اسهل واحد بالنسبه لكم طبعا. خدنا تراينوميال، تمام؟ وخدنا التراينوميال السيمبل والنون سيمبل، ده كده بالنسبه لي نون سيمبل عشان في نمبر هنا. خلاص؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. طيب هنا بقى انا عايز اعمل ايه؟ فاكتورايزيشن نوع جديد اللي هو ديفرنس اور سم تو كيوبس. تو كيوبس يعني عندي باور 3، تمام كده؟ قلنا اول حاجه اروح على الفاكتورايز على طول؟ قلنا لا، نعمل ايه؟ نجرب بالكالكوليتر، نشيل الاكس اللي هنا دي ونحط مكانها كام؟ 2، وباور 3 تبقى 8، 8 ماينس 8 0، شيل الاكس دي وحط 2، 2 باور 2 4، طيب 2 تايم 2 4، 4 ماينس 4 0، يعني كلها 0 اوفر 0 unsatisfied، تمام؟ امشي؟ لا نكمل. عايز اعمل فاكتورايز، انا عايز اعرف فاكتورايز ده جه ازاي؟ دايما فاكتورايز بتاع الديفرنس اور سم اوف تو كيوبس براكت صغير وبراكت كبير. تعال نعرف البراكتين بيجوا ازاي، ركز معايا. فيرست ستيب الاكس باور 3 هنعمل لها كيوب روت، الكيوب روت اوف اكس باور 3 هتبقى اكس، سيم ساين نيجاتيف، حط نيجاتيف زي ما هي. كيوب روت لل 8 حتى لو انت مش حافظها اعملها على الكالكوليتر هتبقى 2. خلاص كده؟ كده الجزء ده مش محتاجه تاني في حاجه. ركز معايا في الجزء ده بقى، ازاي اجيب البراكت الكبير عن طريق البراكت الصغير؟ هتمسك الاكس دي تعمل لها باور 2، يعني اكس تايم نفسها، اكس تايم اكس، اكس باور 2، تمام؟
بعدين هناخد النيجاتيف 2 دي برضو نفس القصه تايم نفسها. نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 4. تمام؟ اريحك دايما في البراكت الكبير مش كده؟ ركز معايا. دايما الاولاني بوزيتيف والاخير بوزيتيف. دايما الاولاني بوزيتيف والاخير بوزيتيف مهما كان اللي هنا ايه. تمام؟ مشكلتي هنا دي اللي بتلخبطني بقى. بص لو في المساله اصلا في السؤال ده كان ماينس يبقى ده ماينس يبقى ده بوزيتيف. طب لو ده بوزيتيف يبقى ده بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف. يعني الاثنين دول توأم زي بعض اما ده عكسهم. تمام؟ يبقى انا كده ظبطت لك الساين. طيب عايز اعرف الميدل ده بيجي ازاي؟ ده بمنتهى البساطه تاخد الفيرست تايم السكند 2 تايم اكس تبقى 2 اكس. تمام؟ طيب تحت بقى نعمل ايه فاكتورايز؟ هنا خلي بالك ما عنديش ابسولوت تيرم. اسمع الحته دي كويس وافتكرها. طالما عندك ما فيش ابسولوت تيرم هنا يبقى في كومن فاكتور. تمام؟ هنا في اكس باور 2 وهنا في اكس كومن فاكتور بناخد سمولست كومن سيمبل وذ سمولست باور. يعني هنا اكس باور 2 معاه هنا اكس باور 2 وهنا اكس ناخد الاكس كومن فاكتور. ما ينفعش اخد اكس باور 2. تمام؟ طيب حضرتك لما تيجي تحت اهو دلوقتي هتاخد الاكس كومن فاكتور اهي. يبقى تعمل ده وده ديفايدد اكس. اكس باور 2 ديفايدد اكس يعني كان عندك باور 2 خدته منه 1. هتعمل سبتراكت للباور. تمام؟ 2 ماينس 1 يبقى اكس باور 1. النيجاتيف ديفايدد بوزيتيف يبقى نيجاتيف. 2 اكس ديفايدد اكس. اكس ديفايدد اكس ب 1 هيتبقى 2. تمام؟ نصيحه البراكت ده ما تحاولش تعمله فاكتورايز. ليه؟ لو عملت له فاكتورايز بالكالكوليتر هيديك اي. فسيبه على كده. خلاص كده؟ هنعمل سيمبليفاي دول هيروحوا مع بعض. تمام كده؟ ده اللي هيتبقى عندي هعمل بيه سبستيتيوتنج. تمام كده؟ 2 باور 2 بلس 2 تايم 2 بلس 4 اوفر اكس اللي تحت دي اللي هشيلها احطها ب 2. طلعت الفاينل انسر بتاعتي ايه؟ 6. ربنا يوفقكم ان شاء الله. يا رب اتمنى تكون انتوا فهمتوا باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لكل طلابنا وكل الشكر لاستاذنا الكريم الاستاذ بسام محمد حامد فرج معلم الرياضيات للصف الثاني الثانوي لغات، ونتمنى كل التوفيق لكل طلابنا ان شاء الله. شكرا لكم والى لقاء اخر باذن الله.